بداية حلقتنا فرح تكون مع طارق صعب اللي هو ريكي ماستر، بيطلق رحلة التأمل والتسامح من الهند لهون ومفهوم اليوغا مديتيشن على طريقته القادمة من الشرق. كيف؟ كثير حلو. هاي طارق. هاي هلا. كيفك؟ الحمد لله كثير منيح. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا. شكرا لك. طارق خلينا نبدأ، شو هو التأمل للمسامحة بالنسبة لإلك وكيف ممكن تعريفه بشكل عام؟ المديتيشن صارت نوع من العلاجات البديلية اللي كل العالم هلأ صاروا عم بيتجهولها. كل الأشخاص بتشوفيهم صاروا عم بيعملوا يوغا ومديتيشن، وفي أنواع كتير من اليوغا ومن المديتيشن. أنا لفتني نوع من المديتيشن يلي كتير حبيت غوص فيه أكتر وأتعلمه، اسمه أوبونوبونو. هو عبارة عن كلمة من هاواي يلي بتعني to make things right، للواحد يصلح شيء. فهيدا كانوا يعملوه من ألوف السنين. المين أوبجكتيف تبعه هو السلف لوف أند فورجيفنس. فكتير حبيت هيدا الموضوع، التسامح قديما أنه قوي وقديما بيغير أشياء بحياتنا. ففي نوع من هالمديتيشن اللي أنا درسته بإسبانيا وهلأ صرنا عم نطبقه، فعم طبقه ببعض الريتريتس اللي عم بعملون وببعض الكلاسز. طيب شو هي الخطوات الأساسية لممارسة التأمل المسامحة؟ ولما بتحكي بتأمل مسامحة قصدك الواحد يسامح حاله أول شيء قبل ما يسامح غيره؟ أكيد صحيح. دايما بكل شيء قبل ما تحبي غيرك بدك تكون عم بتحبي نفسك، وقبل ما تسامح الغير الواحد لازم يسامح نفسه. فالأوبونوبونو هي عبارة عن مديتيشن بتكوني عم بتقولي أربع عبارات فور أفيرميشنز يلي هني أساسيات بهيدي المديتيشن. هون بحب أقول لك إياهن. هي أول واحدة بتقولي I'm sorry لحالي، Please forgive me، okay. Thank you، I love you، okay. خيالي هالأربع جمل دايما منهم أساسيات ويلي هني كلنا ناسينهم وما منقولهم ومنهملهم. صحيح. ما في حدا بيسامح التاني، فكيف الواحد ليسامح نفسه؟ أصعب شيء هاي، أصعب شيء لبعض الأشخاص. فهيدي المديتيشن البيربوس تبعها والوحيد هو الواحد يكون عنده هالمسامحة لنفسه أول شيء، لكل الأشياء اللي مرقت بحياته. لأنه نحن بتعرفي بنوصل أمرار لوقت ولمرحلة منعلق بشيء معين، يمكن يكون من الماضي ومنوقف هونيك، منبطل نتحرك، ما فيي سامح، ما فيي أنسى، لا ما بدي أعترف. فالواحد وقت اللي بيشيل هالليميتيشنز وهالريستريكشنز الموجودة عنده من خلال هالمديتيشن كله بيتغير. لأنه عنوانه to make things right، والواحد ليصلح هالشي بيقدر هو يصلحه بنفسه ولنفسه أول شيء. صحيح. قدي كل هيدا الشيء طارق ممكن يساعدنا لحتى نتخطى كتير أشياء من وجهها من صعوبات؟ هذا الشيء الوحيد يلي بيقدر يخليك تتخطي الأشياء اللي معلقة فيك. وبقدر بعطيك مثل على هذا الموضوع. الكمبيوتر الواحد وقت اللي بياخده ليعمل له ريفورمت، بتكوني عم تعملي له ريفورمت لتشيلي كل الانفورميشن القديمة، كل الصور اللي ما إلها طعمة، كل الأشياء اللي بطلت تساعدك أو تنفعك بشيء. فهذا النوع المديتيشن نحن بنكون عم نعمل ريفورمتينج للسبكونشس مايند اللي عنا إياه، لكل هالأشياء اللي عنا إياها اللي ما بنقدر نستغني عنها وما بنقدر نشيلها. فوقت اللي بتنطفي كمبيوترك بيصير في فورمات جديد. نفس الشيء نحن بنكون عم نعمل هذا الشيء براسنا وبدماغنا وبطريقة تفكيرنا يلي هو أهم شيء. فوقت اللي بتكوني نظفتي كل هالأشياء بيصير في سبيس لشيء تاني ويو ستارت ريسيفينج مور ثينجز. فهيدا الشيء بمجرد ما تكوني أنت نظفتيه وشلتيه من السيستم تبعك بينضف وكل شيء جديد حلو بيبلش يوصل. طبعاً. طب قبل ما أسألك عن رحلتك على الهند وقدي الهند هي وجهة أساسية للناس اللي بيشتغلوا أو بيمتهنوا أو بحبوا المديتيشن، قدي مهم أنه نآمن بالشي اللي عم نقوله؟ بدي أقول لك شيء، لأنه نحن فينا نقوم نقول قدام المراية مليون مرة I'm ready to receive، I'm ready to receive، وما منكون مصدقين على الجملة اللي عم نقولها. كتير حلو سؤالك. لأنه أهم شيء بكل شيء الانتنشن. إذا ما عندك انتنشن 100% لتعملي هيدا الشيء ما في شيء بيزبط. حتى باليوغا والميديتيشن ما لازم تروح على اليوغا والميديتيشن just for the fact إنه رايحين ناخد كلاس وما عارفين شو. بدي يكون أنت عندك الهدف اللي بدك تخديه من وراء هالكلاس،
ليه بدك تعملي مديتيشن وليه هالنوع من المديتيشن؟ حتى هودي الافيرميشنز اللي حكينا عنهم وقت الواحد بده يقولهم بده يكون عم بيحسهم وعم بيعيشهم، مش عم بيقولهم بس بالكلام. بس قديه طارق لازم الشخص يكون متصالح مع نفسه تو اكسبت كل شيء لحتى يوصل يقول هول الافيرميشنز؟ اول شيء الايجو بده ينحط على جنب اول شيء. وفي كثير اشخاص نحن كشرقيين الايجو دائما انا وانا ثم الانا، فهذا الشيء اللي بيكون اول عائق او اوبستكل اللي بتكون مقبيره للشخص بكل شيء. فالايجو وقت اللي بنحطه على جنب كله بيسهل، بيفتح قدامك الطريق. كيف نتخلص منه؟ شو هي الخطوات؟ انا تعلمت شغله بالبوذيزم انه اهم شيء الواحد ما يكون عنده اتاتشمنت لاي شيء ولاي شخص، والايجو يكون على جنب. هودي شغلتين اساسيتين، وقت اللي بتستغني عنهم كل شيء بيسهل قدامك، بطل في عندك انفعالات او خوف لاي شيء، خلص شيء. طب خبرنا عن الهند. الهند اكشولي انا من خلالكم بحب ابعت تحيه لميرا سيبليني صاحبه شيلا ليلا يوغا سبيس ببيروت بكليمونسو. هي اخصائيه بهالريتريتس بالهند وبالايورفيدا. صار في تعاون انا وياها بريتريت ببيروت مؤخرا، وكانت عم بتحضر هيدا الريتريت للهند، فحبينا نجتمع سوا انا وياها ونعمل هالريتريت بنوفمبر من 3 ل 13 لمده 10 ايام بمنطقه كيرالا. منطقه كيرالا هي بالجنوب بالهند، معروفه بطبيعتها الحلوه وخضاره. فالريتريت حيكون مينلي للايورفيديك تريتمنتس لمده 10 ايام. شو يعني هيدي هلا اللي قلتها؟ الايورفيدا. الايورفيدا هو علاج قديم هندي. الحلو فيه انه ما بيعالج لك المرض، بيعالج لك جذور المرض. يعني بفوت على الاساس، لانه هن باعتقاداتهم جسم كل انسان فيه 3 دوشز يلي هن بنيه الانسان. فنحن بهيدا التريتمنت يلي بيكون عم نقدمه من خلال يمكن النيوتريشن، من خلال الهيربال تريتمنتس، من خلال البانشا كارما. البانشا كارما هي كلمه بالسانسكريت بالانديان، بانشا يعني خمسه، كارما يعني اكشنز. فبيكون في 5 علاجات الشخص بيكون عم ياخذها بهيدا الريتريت، وبالاخص بهيدا الايورفيديك تريتمنتس يلي عم نعملهم. بتكوني عم بتخلصي كل التوكسنز بجسمك من خلال زيوت، من خلال ثيرابيز معينه بدك تاخديها كل يوم بدوزاج معين، لحتى لا تخلصي بمده 10 ايام تكوني اخذتي كل التريتمنت وعملتي ديتوكسيفيكيشن لجسمك من كل الويست، من كل التوكسنز. والحلو انه بهودي التريتمنت ما بنكون بس عم نصفي جسمنا، بنكون عم نصفي ذهننا، لانه بالريتريت حيكون في يوغا كلاسز، مديتيشن، حيكون في مساجز، حيكون في انرجي هيلينج ثيرابيز كمان لحد 10 ايام. كثير حلو. انا بنصح كل شخص يفكر انه صار لازم يعمل ريتريتس من هالنوع، مش كله سياحه، لانه وقت بتكون السياحه النفسيه وذاتيه بيكون مرجوعها احسن بكثير. اكيد. طارق، شو اهميه الديستنيشنز من حيث الطبيعه، من حيث اللوكيشن؟ يمكن كله بيساعد، كله بيساعد، كل شيء فيه انرجي انا بالنسبه لإلي. فاذا كنتي على محل فيه بحر وصوت موج، صوت موج هو نوع من العلاج اللي بيعطوه بالصين للي عندهم مشاكل بالاعصاب. الخضار والطبيعه لكل شخص بده يعمل كونكشن جراوندينج. فالهند هي معروفه بزماناتها على كل شيء ريليتد لسبيريتشواليتي ولهيلينج. في عندهم الراج يوغا مديتيشن كمان نوع من المديتيشن اللي كثير حلو. فالهند كديستنيشن هي محببه من الجميع، من كل انحاء العالم بيروحوا على الهند، وبالاخص على كيرالا، لانه كيرالا هو البلد الوحيد اللي طلع منه الايورفيدا. فاكيد ضروري الواحد يعرف وين رايح ومع مين رايح. طيب اذا بدنا نرجع شوي لقصه المسامحه. نعم. كيف فيهم الافراد هن يبلشوا هيك تو ميديتيت للمسامحه؟ شو فيهم يعملوا؟ اول شيء بدهم ياخذوا وقت لنفسهم. ما كل شيء بده يكون شغل، وما كل شيء بده يكون عجقه، وما كل شيء بده يكون للعالم الخارجي. بدهم يعطوا وقت لحتى يطلعوا اكثر لهن محتاجاتهم الشخصيه والنفسيه اهم شيء. لانه انا دائما بقول الشخص مش عباره بس عن جسد،
عبارة عن جسد وعقل وروح يلي هني body mind and soul. فهودي الثلاث عناصر لازم يكونوا دائما in balance. فمثل ما بيقولوا الجسم بده meditation بس العقل بده meditation. فالmeditation هي ضرورية لكل واحد يعملها. في يعملها ببيته يا بكرة يا عشية، مش ضروري يروح على كلاس ويقول إنه رايح يعمل meditation. meditation هي شيء شخصي وذاتي. فبمجرد ما يبلش ويشوف البنفيتس تبعها يلي بتبلش تتغير أشياء بحياته، وأهم شيء بأعصابه هالإنر بيس وترانكويليتي، الأشياء اللي بيصير عنده أوتوماتيكلي بيصير إتس لايف ستايل، بيصير دائما يعملها. ففي كتير أشخاص كولكتيفلي بيعملون بجروبس، في كتير شركات برا بيعملوا مديتيشن كلاسز للإمبلويز تبعهم. هيدا شيء كتير حلو، ويا ريت هون ببلشوا يعملوه كل هالشركات الكبيرة اللي بيكون في عندهم العجقة بطبيعة شغلهم بالسيلز وبالماركتينج، بدهم وقت ليكون في عندهم هالإنر بيس ليكفوا شغلهم أكيد بطريقة أحسن. طارق، يعني ممكن نعتبر هيدا الشيء علاج بديل؟ أكيد اليوغا والميديتيشن بارت من العلاجات البديلية. في عندك ساوند ثيرابي، في عندك انرجي هيلينج. فاليوغا والميديتيشن أكتر شيء عم تعتمد هلأ لأنه سهل للواحد يعملها بسرعة. وبتشوفي هلأ إتس ترند، في عندك كتير يوغا سبيسز وكتير يوغا تيتشرز وكتير ريتريتس عم تنعمل ليوغا وميديتيشن. بس دايما أنا بقول الأهم الشخص اللي بده يعمل يوغا أو ميديتيشن يكون عم بينقي التايب أوف ميديتيشن أو يوغا الأصح لإله. كيف بيعرف شو الأصح لإله؟ هلا في عندك انواع من اليوغا يلي بيكون فيها ستريتشينج وبيكون فيها كتير موفمنت للجسم. في عندك يوغا بتكون فيري سمبل، بيكون فيها ليزي اساناز الواحد بيقدر يعملها على الخفيف مثل الفينياسا فلو للبيجنر ليفل، حاليا الواحد بيقدر يعملها. ونفس الشيء بالميديتيشن، في عندك مديتيشن بتعمليها انت ومغمضه عيونك، في عندك نوع من المديتيشن بتعمليها انت ومفتحه عيونك مثل راج يوغا مديتيشن، لحتى لا يخليكي تتعاطي مع الامور بالconsciousness تبعك. فهون الواحد لازم يقرأ، لازم يعمل researches أكتر وينقي الشيء اللي بيناسبه أكتر شيء. أنا دائما هيك بقول. طب بين الفوائد الصحية والنفسية وين منكون مستفيدين أكتر؟ أنا بالنسبة لي شخصيا أنا بفضل يكون العقل مرتاح أول شيء قبل ما يكون الجسم مرتاح. في يكون جسمك بجنن وصحتك كتير منيحة بس عقلك على 200 موجة عم يبرم وما عندك توازن، يمكن توازن الداخلي والرواء الداخلي أنا بقوله ببطل ينفع. فهن لازم يكونوا ثلاثتهم متوازنين دايما. طب إذا بدنا نحكي شوي عن الريكي، ريكي ماس. ريكي نعم. ريكي أوكي، طلعت أنا عم بلفظها غلط. أوكي ريكي شو هو؟ الريكي هو علاج بديل ياباني بالطاقة من خلال 23 نقطة بجسم الإنسان. الشخص بيكون كل شيء repressed emotions، كل شيء stress، كل شيء anxiety، من خلال هيدا العلاج بيكون هيدا الشيء عم بيتخلص منه. أوكي. أنا درست هيدا الشيء بإسبانيا. بتعرفي في different levels of Reiki 1, 2, 3, 4. أنا I'm a Reiki master وبطبق هالعلاجات بريتريتس أنا بعملهم برا. آخر شيء كنت بتركيا باللايفكو، هلا حاليا ببيروت بعالج personal therapies، وقريبا رايحين على الهند وبعدين على مصر. فهيدي الثيرابي صارت كتير دارجة بيوروب أكتر من لبنان بعد ما بيعرفوها كتير لأنه شيء جديد. عم نشتغل بالطاقة وعم نشتغل من خلال 23 نقطة، وهي كمان منفتح الشاكراز يلي هني the 7 points يلي كل شخص عنده إياهم، بيسموه نقاط الطاقة بجسم كل إنسان. بتعرفي إنه هالسيفن شاكراز كل شاكرا بيكون عنده function معين وشي تابع لإلها. مثلاً الثروت شاكرا هي للكوميونيكيشن، الهارت هي للفورغيفنس واللوف والكمباشن، السولر للايدنتيتي للإيغو للسلف استيم للكونفيدنس. فالأشخاص اللي بيكون عندهم خلل بهالأشياء لأنه يمكن تكون بلوكت ويمكن تكون أوفر أكتيف، نحن بدورنا كثيرابيست بهذا العلاج الريكي بنكون عم نعمل لك التوازن لإلهم، بنكون عم نعمل هالإنرجي فلو يكون إن هارموني بجسمك لحتى لا تحسي بتوازن أكتر داخلي. قد ايه سولر اكتيف عندنا بالوطن العربي عند كل الاشخاص؟ ما في شيء اكتيف هون بس لانه ايجو واكشوالي هن كلهم متعلقين ببعضهم وهن ما بيعرفوا انه في شيء كتير ضروري انا اعطيته بوركشوب يلي هو all the emotions are related to our organs يلي هن related to our chakras. so هالتريانجل
يلي كله بيأثر على بعضه. الواحد وقت اللي بيكون زعلان وعنده sadness وgrief، أول شيء lungs بيتأثروا عنده يلي هن related للheart chakra يلي بتصير blocked. فهودي الأشياء كله، نفس الشيء throat chakra related للthyroid. الأشخاص يلي بيكتموا أشياء، يلي ما بيحكوا، يلي ما بيعبروا، مع الوقت بعد سنين بيصير في عنده خلل بالغدة. فأنا هيدا الشيء بلاحظه من خلال العلاجات. بتعرفي أمراض كتير بكون عم بخبر بالأسسمنت بعد الثيرابي إنه في هيك في هيك لازم تنتبهوا، يقولوا لي مزبوط لأنه عنا هذا البروبلم، ما بيكونوا عارفين شو العوامل الخارجية بتأثر عليهم. طبعاً. فالأوارنس كتير ضروري، وأنا بتشكركم لأنه دايماً عم بطلع معكم وير سبريدنج هالأوارنس، العالم يصيروا يعرفوا إنه هودي مواضيع لازم هلا ينتبهوا لها، لأنه صحته وقت بتروح الشخص يبطل شيء ينفع. طب وصلت لمصر طارق وبعدك عم تذكر إنه بيوروب يمكن الفكرة عم تتطبق أكثر و they believe in it أكثر، كيف توصلت على مصر؟ على مصر كمان في ريزورت كتير حلو اسمه أرضي ويلنس بمنطقة الدهشور حد القاهرة. كمان ببعت تحياتي لمدام شيرين ملاك، فاتحة ويلنس ريزورت بجنن بمصر، ما في منه اثنين. تعرفنا من فترة وصار في lot of Zoom meetings لحتى قررنا أنه بآخر نوفمبر بدنا نروح لمدة 3 أيام نعمل ريتريت هونيك اسمه The Inner Journey، الرحلة الذاتية. حيكون فيها workshops، حيكون فيها meditation، حيكون فيها therapies، حيكون فيها أشياء كتير تانية. فقررنا يكون عنوانها The Inner Journey لأنه صار الوقت بتصور الشخص يغوص شوي أكتر لنفسه، يشوف شو بحاجة، يشوف شو لازم يصلح ويعمل، لأنه هذا الوقت بتصور صرنا بـ New Age of Spirituality، فتنا بالـ Aquarius Age، فلازم كل واحد يصير يهتم بنفسه أكتر. طيب كنت عم تحكي عن البلوك، البلوك شو الشيء that blocks الشاكراز؟ الشاكراز طبيعة عملك اللي انت بتكوني فيه، هيدا أول شيء اللي بيكون جذب للأشياء اللي ممكن تعمل لك blockages. ستريس بشغلك، الكوميونيكيشن يلي بتصير الغلط اللي بتعصبك، كل التعصيب يلي نحن بحياتنا اليومية، يعني كل النيجاتيف ايموشنز، كل النيجاتيف انرجيز، كل الأشياء يلي نحن من خلال حياتنا اليومية يلي بنتعطاها، في أشياء كتير consciously and unconsciously بتكون عم تعملها blockages بدون ما منحس نحن، ما بنكون عارفين. فبهذا الشيء الشخص ما بيكون عارف وما بينلام لأنه ما بيعمل control للإيموشنز تبعولي وللرياكشنز. من خلال هودي الثيرابيز بيصير يتعرف عليهم أكتر، بيصير يعرف شو لازم يعمل شو ما لازم يعمل، شو اللي بيضره شو اللي بينفعه. فهيك بتكوني أنت عملتي شيلد لنفسك وعملتي limit شو لازم وشو ما لازم لحتى لا تتركي هال الشاكراز إن بالانس. طب طارق شو هي أبرز التحديات اللي ممكن تواجه الأشخاص بتعزيز مفهوم التسامح والتأمل؟ شو ممكن تكون التحديات؟ أنا دائماً بقول كل شيء بيرجع للشخص هو النية. أنت فيك تسامحي بكلمة واحدة، فيك تضلك حطتيها بلاطة على قلبك العمر كله ما تسامحي وما تنسي، بس بالنهاية مين بيتأذى؟ أنت أكيد. الشخص الثاني يمكن ما تكون فرقاني معه. فالتسامح وقت الواحد بده يسامح يمكن الشخص الثاني ما يكون يستاهل، بس أنت بتكوني عم بتسامحي لتريحي نفسك وتشيلي هالإيموشن، هالنيجاتيف الانرجيز الموجودة على الهارت شاكرا على قلبك. بمجرد ما تشيليها شوفي قد ايه كل شيء بيتغير، وهي بس كلمة ترو بتقوليها وبيخلص كل شيء. مع البليف أكيد، صح، مع النية. مع النية طارق، لأنه سوري في أشخاص كتير بيقولوا بحبك بس ما بتكون عنده نية الحب المضبوط. صحيح. في أشخاص بيقولوا سمحتك بس الحقد بيضلوا جوا فيهم عم بيغلي. بس بحبك الضرر لاثنين، إنه إيه فيك تعتبريها إيه بالتسامح الضرر الأكبر لإلنا علينا. صح. بدنا نشكر وجودك معنا طارق صعب، it's always a pleasure أكيد، وعطول بتنورنا وبتعلمنا وبتفيدنا. شكرا لكم وللمقابلة الحلوة وللإنرجي تبعيتكم الحلوة. We love thank you. Thank you. أهلا وسهلا فيك طارق. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.